السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا أهلا بالجميع. الساعة الآن 8 الصباح، حيا الله الجميع. بس النحل ما شاء الله تبارك الله كميته كبيرة في الفراغ. زي ما تشوفون الخلية بدأت تبني زوايا، إن شاء الله لا نضيف لها برواز. ما شاء الله تبارك الله، هذه ملكتنا زبونها. البرواز الأول بالكامل ما شاء الله تبارك الله حضنة، الجهة الثانية حضنة الذكور في الجنب وشوية رحيق وكاسين ملكية هنا. ما شاء الله قاعدة تتم الخدمة على البيت الملكي. ما شاء الله البيتين الملكية فيهم بيض، وهذه ملكتنا زي ما تشوفونها، ونسأل الله البركة. ما شاء الله تبارك الله، ملكتنا زي ما تشوفونها ونسأل الله البركة. ما شاء الله تبارك الله، الذكور أشكالها ترد الروح. لأنه عندي ملكة نظام خرجت، لقيت التهجين في الذكور. أما هذه الذكور ما شاء الله تبارك الله صار. البرواز الثاني حضنة بالكامل، من الجهتين حضنة مغلقة ومفتوحة، وفي كأس ملكي هنا. هذا كأس ملكي زي ما تشوفون، قاعدة تتم الخدمة عليه. ماني متأكد إذا في شيء جوته. البيوت الذكرية ممكن تقولون أبالغ، ولكن ضعف حجم البيوت الذكرية السنة اللي فاتت. يعني نقدر نقول البيت الذكري هذا عن حجم السنة اللي فاتت تقريبا مرتين. مو كل البيوت، ولكن نقدر نقول 50-40% من البيوت أحجامها ما شاء الله تبارك الله مختلفة جدا، من ناحية طول ومن ناحية عرض. البرواز الثالث ما شاء الله تبارك الله حضنة مغلقة، مجرد ما خرجت الملكة واضعة بيض في البرواز كامل، وشوية حبوب لقاح. من الجهة الثانية أيضا نفس الشيء، ولكن من غير حبوب لقاح. ما في حبوب لقاح في الجهة الثانية، الجهة الداخلية. الجهة الخارجية فيها حبوب لقاح. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. البرواز الرابع والأخير حضنة مغلقة، 50% ذكور و50% عاملات من الجهتين. صراحة البرواز هذا ودي أصوره بس ما أبغى أنفضه، خايف إنه أثر على الذكور أو الحضنة بشكل عام، ولكن منظر البرواز جميل جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. وفي المنطقة هذه هنا كأس ملكي قاعدين يخدمون عليه، وهنا الكأس الثاني قاعدين يخدمون عليه في وسط البرواز. وأيضا البرواز الثالث فيه كأس، أيضا قاعدة تتم
الخدمة عليه، ولكن الكاس حق البرواز الثالث قديم، شمع قديم، ونسأل الله البركة لنا ولكم. مدام انه في كؤوس ملكية ما راح اتدخل لغاية ما انتظر توجيهات اخونا ابو سلمان. اذا قال لي اضيف برواز اضيف، لاني جربتها في السنة اللي فاتت ما جابت نتيجة، اضافة برواز بعد ما النحل توجه لعمل معين ما منه فايدة. يعني خليه خلاص توجهت الآن إلى بناء ملكات، ما أعتقد أنها راح تبني شمع، مع أنه زي ما تشوفون بدأت البناء هنا زي ما أنتم شايفين بدأت البناء، ولكن كأنها توقفت، كأنها بدأت البناء وبعد كده توقفت. نفس الشيء الثاني فارغ، وفي أمان الله، مع السلامة.